نعم شكرا. اولا كنشكركم كصحافه لانكم كتبعوا الشان الكروي خاصه على المنطقه المحليه. اكيد فريق رجاء عين حروده فريق قوي اولا بتاريخه بالقابه بانجازاته. طبيعه الحال استعدادات دائما الاستعدادات تكون جاريه سواء المقابله المقبله او المقابله من بعد المقبله. فيما يخص الشق المالي طبيعه الحال اليوم الانديه المغربيه او جل الانديه المغربيه كتعاني من جانب الشق المالي. هناك ازمه ماليه خانقه للفرق النسويه بحيث ان فريق رجاء عين حروده هو من الفرق اللي كتعاني على الجانب المادي. في حين ان اذا لاحظتم ان حتى المنح الموجهه الى الفريق رجاء عين حروده فهي منح ضعيفه جدا يعني لا تسير ولا تواكب جميع المصاريف ديال فريق رجاء عين حروده. اكيد اليوم خاص جميع المسؤولين بعمله المحمديه سواء القطاع الخاص او العام انهم يضافوا من اجل اعطاء او المزيد من المنح لهذا الفريق اللي هو فريق قوي والفريق الوحيد اللي كيمثل الجهه الضربيه الكبرى في اطار كره قدم النسويه البطوله الوطنيه القسم الاول ممتاز. اذا نحن كمسؤولين خاصه انا كرئيس نعمل جاهدين من اجل ان الفريق ديالنا يكمل المشوار ديالو في احسن الظروف. هناك ديون على الفريق، هناك اجتهادات من طرف المكتب المسير، هناك اجتهادات من طرف اللاعبات لانهم كيصبروا على الرواتب ديال الشهريه والمنح ديالهم اللي كيبذلوا واحد المجهود كذلك باش يخلوا الفريق في السكه صحيحه ويحافظوا على النتائج الايجابيه. اليوم الفريق لابد من فعاليه اقليم مدينه المحمديه وخاصه على راس السيد العامل ان يعطي واحد التفاته خاصه لهذا الفريق وذلك من اجل كذلك استمرار في مشواره الريادي المهم والجيد كذلك. اليوم كذلك نحن كمكتب مسير كلاعبات كمنخرطين نعي جيدا بالمسؤوليه الملقاه على عاتقنا وكذلك نتحمل جميع المسؤوليات في اطارات. الفريق كما لاحظتم فريق كبير جدا عنده ألقاب، فريق الحمد لله عنده مركز الإيواء للاعبات، فريق عنده عاني هذا المشكل، أولاً هذا العام عانينا مشكل التدريب، كما لاحظتم أن فريق الملعب الرئيسي للفريق هو ملعب الداخل الأم في إطار الإصلاحات، اليوم عانينا من جانب التدريب، كما لاحظتم كناخذوا الساعات اللي ممكن ما يعطيها لك حتى شي ملعب، كنلاحظوا الترينيو ما بين الثانية 10 زوالاً والجوج من بعد الزوال، أكيد حتى هذا العائق أثر علينا نوعاً ما في إطار الاستعداد البدني والاستعداد التقني. الحمد لله الاطر موجودين مشكورين سواء الاطار المكلف بالتدريب الرسمي او الاطار المكلف بالحارسات او الاطر المساعده كيعملوا واحد مجهود كبير من اجل الحفاظ على المستوى اللي كيبان به الفريق على المستوى الوطني. شكرا لكم ونتمنى لكم المواكبه لهذا الفريق وكنشكر الصحافه من هذا المنبر لانها هي المراه ديالنا في اطار ابراز الاكراهات والمشاكل اللي كيعاني منها الفريق على المستوى المحلي وشكرا لكم. سميتي سكينة مؤمن كنلعب في رجاء عين حروده لهادي 3 سنين. الاجواء ديال السونتر كدوز عندنا زوينه، كنترينيو في الصباح وفي العشيه وحنا خوت مع بعضياتنا في السونتر، كنترينيو مجتمعين لهادي 3 سنين وكنتمنى من المسؤولين يزيدوا يدعمونا اكثر باش نعطيو المزيد اللي عندنا وكنحتلوا الرتبه الخامسه دابا وكنا حنا الثانيين حيت البنات ديالنا دابا عندنا جوج خارجين لينا بحمراء وما لقيناش لي رومبلاسيهم صافي. تقريبا شي 5 البنات عندنا في ليكيب ناسيونال كيلعبوا تيتيلير وهذا شرف لينا وشرف الفرقه لاننا غادي كنطوروا وكنمثلوها وحنا الوحيدين اللي في الجهه الضربيه في المرتبه الاولى. الهدف ديالي بصراحه هو نكونوا في الرتبه الثانيه ولا الثالثه على الاقل. لو انا كنعرف بان الجيش عندهم فرقه مزيانه وداكشي ولكن راه الى تبعتي المباريات وداكشي راه الفرقه ديالنا كانت لعبات انا ما كنتش هنا لان كنت رجعت للولايات المتحده ولكن اللي عاودوا لي بان الفرقه ديالنا لعبات مزيان ضيعوا جوج ديال البيلانتيات وخسروا ب 6-0 ولكن ضيعوا بزاف ديال وفيزيكمون كانوا بريباري مزيان وبانوا مزيان وكان والدليل هذا كان واحد الجمهور كبير كيتفرج في هذيك المباراه. الناس المسؤولين هو خصهم المشكل الكبير هو ان الجامعه ما منخرطاش مع الكره النسويه ما كتعطيهاش كاع قيمه. راه الجامعه اللي خصها شتي تفرض الوجود ديالها وتعاون هاد لي زيكيب لان المنحه هذيك المنحه الاولى ما شدوها حتى
تقريبا اربعه ولا خمسه ديال الماتشات، والاكثريه ديال هاد اسمهم ديال هاد الفروق هادو مساكن ما عندهمش الدعم. حنايا هنايا تاع عين حروده مدينه صغيره، ما كاينش بزاف ديال الشركات اللي يعاونوا، واخا كاع الجماعه كتعاون داكشي قليل. وباش باش الجامعه تعطي بار اكزومبل 10 المليون لهاد لي زيكيب بريمير ديفيزيون، راه حقره هادي ماشي زعما. الشباب انا اللي سمعته هو ان ايتمنى الله يشكره بخير هو اللي ساهم، وكون ما ساهمش كون ما كناش كنظن غادي نمشيو لذاك الماتش. فهذا اللي سمعوا على الاقل هذاك ايتمنى رجل رياضي كيعرف الرياضه ورئيس ديال الاتحاد الشباب، ومع ذلك عطانا واحد الدعم. علاش الجامعه ما تساهمش بحال الحوايج بحال هذا الانسان هذا؟ فالدعم مهم، لان جل هاد اللاعبات وداكشي ما عندهم لا خدمه، ما عندهم كاين اللي كيقرا، فإلا ما دعمتيهمش وكيجيو من اسمهم من عائلات فقيره. فالجامعه خصها شتي دير واحد البحث على هاد لي زيكيب هادو، وتشوف شنو اللي خاص باش حط الكره النسويه في السكه ديالها باش لصحيحها. حنا كاينين انا دابا في لاكوب دي موند، كاين تايلاند اللي واحد البلد صغير وفقير تكاليفيا لاكوب دي موند، المغرب ما كيتكاليفياش حتى لاكوب دافريك ما كيتكاليفياش. علاش ما تسالوش علاش بار اكزومبل؟ شتي هادو هما الحوايج اللي ما والو، هاملين الكره النسويه لواحد الدرجه ما تصورش. ولا سيما رئيس الجامعه، رئيس الجامعه انا تصنت لي اكثر من خمسه ديال المرات كيقول لك حنا قصرنا في الكره النسويه، ولكن ما كيدير والو غير كيعتذر بان ما قصر فيها، ولكن ما كيدير حتى شي حاجه. ما عرفتش انا داك الدعم اللي داروا في لاكوب دي موند، داروا الدعم للعائلات دوك اللاعبين ديال لاكوب دي موند. هذوك الناس ما كيحتاجوش الفلوس، هذوك بروفيسيونال كيديروا الملايين، واسمو والقجع عاون دوك الناس اللي عندهم الفلوس. كون هذوك الفلوس عطاوها غير للكره النسويه ربما تحسن الاداء ديال الكره النسويه.